وأخرج الطيالسي بإسناد حسن من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. الزواج إذن هو الوسيلة الكريمة لإشباع الغريزة، وهو أفضل وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل وعمارة الكون وتحقيق خلافة الله تبارك وتعالى للإنسان على الأرض، بما في غريزة الأبوة والأمومة من مشاعر العطف والود والحنان ورعاية الأولاد، وما يترتب على الزواج من حقوق متبادلة بين الزوجين والأولاد والأسرة والمجتمع، لينهض كل بمسؤولياته في إطار أمة إسلامية قوية موحدة متبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم. حكم الزواج يختلف باختلاف الناس ويختلف بتفاوتهم تفاوتا، من حيث مقدرتهم، من حيث التملك، ومن حيث الاستعداد الجسمي والخلقي والقدرة على تكاليف الزواج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، وهي القدرة على تكاليف الزواج، خلقة وقدرة من حيث ما يتعلق بأداء الحقوق مالا وجسدا. فليس للزواج إذن حكم واحد يعم جميع المكلفين من الذكور، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون الزواج مكروها وقد يكون الزواج حراما. فيكون واجبا على من قدر على هذا الزواج وتاقت نفسه إليه وخشي الوقوع في معصية الزنا، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج، وهو في هذه الحالة واجب بشروط ثلاثة: القدرة على تكاليف الزواج المالية، وعدم الخوف من أن يظلم زوجته إذا تزوج، والتيقن من الوقوع في معصية الزنا إن لم يتزوج. إذا وجدت هذه الشروط فقد وجب عليه أن يتزوج، فإن لم يفعل فهو آثم مذنب معاقب من ربه جل وعلا. ففي هذه الحال يكون الزواج واجبا، ويكون الزواج مستحبا، يكون الزواج مطلوبا فعله على سبيل الترجيح لا على سبيل الإلزام، لمن كان فائقا للزواج وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إذا تزوج. فالزواج حينئذ مستحب في حقه، ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء. قال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من الزواج عجز أو فجور. إنما يمنعك من الزواج يعني إن توفرت فيك الشروط فلم تتزوج ولم يكن هنالك سبب قائم يمنع من ذلك، لا يمنع من الزواج حينئذ إلا العجز أو الفجور. فقال عمر رضوان الله عليه لأبي الزوائد: إنما يمنعك من الزواج عجز أو فجور. ليس معنى ذلك أنه قد تلبس بشيء من ذلك، ولكن إنما يحضه على الزواج ويحضه عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء.
ويكون الزواج حراما في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. فإذا تزوج فقد وقع في حرام. فلا يكون الزواج مكروها، يعني يكون مطلوبا تركه على سبيل الترجيح لا على سبيل الإلزام، وذلك إذا خشي ظلم زوجته في المعاشرة الزوجية لو تزوج. ويكون الزواج مباحا فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. جمهور الفقهاء وجمهور أهل العلم يحملون الأمر في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكذلك يحملون الأمر في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يحملون هذه الأوامر على أنها طلب على سبيل الترجيح لا على سبيل الإلزام والتحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتم الزواج ولم يلزم به الناس كما ألزمهم بالفرائض والواجبات. بقيت حالة وهي إذا ما تعارض ما يجعل الزواج واجبا وما يجعله حراما، كما إذا تيقن شخص أنه سيرتكب معصية الزنا إن لم يتزوج، فهو على يقين أنه إن لم يتزوج سيقع في الفاحشة، وتيقن أيضا أنه إذا تزوج فسيظلم امرأته في المعاشرة الزوجية. فالحكم في هذه الحال أن يجاهد نفسه وأن يذبح جناح شهوته حتى لا يظلم زوجته لو تزوج. وفي هذا يقول تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لذلك علاجا، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا الحديث أخرجه الجماعة من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديلا، فقال صلى الله عليه وسلم عند العجز عن القيام بالمقدرة فعلى الإنسان أن يأخذ بهذا الحسن الحصين الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فعليه بالصوم فإنه له وجاء.